بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية السنة الخامسة ابتدائي. فالفقرة السابقة كنا رأينا الصفحة رقم 38 وتحدثنا عن l'utilisation du dictionnaire، استعمال المنجد. فالفقرة إن شاء الله سنكمل مع نفس الموضوع. إذن كما نلاحظون طبعا عندنا الصفحة رقم 39. nous allons prendre la page 39. en haut de la page comme nous le voyons on a je retiens أنا أستنبط أو أستخلص. طبعا سنستخلص أمورا من خلال ما رأيناه فيما سبق. pour chercher un mot dans un dictionnaire من أجل البحث عن كلمة في منجد il me faut d'abord apprendre par cœur les 26 lettres dans l'ordre alphabétique. يتوجب عليا أن أتعلم بالقلب، المقصود أن أحفظ. هذه العبارات تقال هكذا. عندما نريد تعبير مثلا عن الحفظ نقول apprendre par cœur، نقول مثلا apprendre par cœur، أو نتكلم عن le verbe mémoriser. كما نقول تسجل في الذاكرة، la mémoire يعني الذاكرة، la mémoire الذاكرة، mémoriser يعني أنك تسجل في الذاكرة. il me faut d'abord apprendre par cœur، يجب أن نتعلم بالقلب، المقصود أن نحفظ. les 26 lettres 26 حرفا dans l'ordre alphabétique، في الترتيب الأبجدي. الترتيب الأبجدي يعني علينا أن نحفظ الأحرف كما هي بالترتيب، ومن خلال الترتيب طبعا نستطيع البحث عن الكلمات في المنجد. il me faut d'abord apprendre par cœur les 26 lettres dans l'ordre alphabétique. ensuite بعد هذا je fais ma recherche، أنا أقوم ببحثي. je fais ma recherche، طبعا عندنا لو فيغ فيغ، je fais، tu fais، il fait، nous faisons، vous faites، ils font، ils font. la conjugaison du verbe faire في البريزون تكون على هذا الشكل. je fais ma recherche، أنا أقوم ببحثي. en consultant، طبعا لو فيغ كونسلت يعني أنك تستشير، يعني أنك تطلب واحد المشورة من واحد جهة. en consultant كما لو أننا هنا نتكلم عن مستشيرا، أنا أقوم ببحثي مستشيرا، المقصود أنني سأتصفح. إذن en consultant غالبا نتحدث مثلا عن consulter مثلا un site، consulter un site يعني أنك تتصفح موقعا، كما لو أنك تلجأ إليه، كما لو أنك تلجأ إليه وتطلب المشورة وتطلب منه معلومات. ممكن نتحدث مثلا عن consulter l'administration يعني أنك تلجأ إلى الإدارة. على كل حال en consultant les mots repères، إذا نتكلم عن الكلمات المعلم كما ذكرنا فيما سابق. إذا en consultant les mots repères غنقوم بالبحث ديالي en consultant les mots repères، يعني مستشيرا أو لاجئا إلى الكلمات المعلم. شنو هي الكلمات المعلم؟ كلمة المعلم هي اللي شفنا من قبل في أعلى الصفحة. بحالاش؟ بحال هذه اللي تنشوفو هنا، هذه فوالا سي ان مو روبير، سي ان مو روبير. لو مو روبير ني غيان دوطر كو لو بخومييي مو سو تخوفون أو ديبي دو لا باج. طبعا لو مو روبير الكلمة المعلم ليست شيئا آخر سوى الكلمة الأولى الموجودة في أول الصفحة. alors le mot repère n'est rien d'autre que le premier mot se trouvant au début de la page. إذن هذه هي le mot repère. إذن comme nous le voyons ici on a le mot graffiti avec des lettres plus grandes et en gras ومكتوب بشكل غليظ كما نقول. إذن هذه كلمة معلم، يعني من خلال هذه الكلمة تنعرفوا شنو هما الكلمات اللي قرب ليها، وعلى قدر الابتعاد من هذه الكلمة طبعا المعلم تتغير الأحرف اللي في اليمين حتى تنتهي بتغيير الأحرف اللي على اليسار. بحال دابا هنا عندنا غراف، ممكن مثلا في منجد آخر يتضمن كلمة أكثر أننا نجد غراف بهذا الشكل، لكن تتغير هاد الأحرف اللي تجي من بعد إف مثلا. ممكن نلقاو كلمة أخرى فيها غراف غراف لكن فيها أحرف أخرى مثلا تتغير بعد إف، ثم تتغير الأحرف التي تليها إلى اليسار. مثلا هنا عندنا غراف غرا إف، ثم عندنا هنا غرائي غرائي غرائي،
لكن تغيرت ال الى ان، تغيرت ال الى ان. نفس الشيء هنا، هنا مثلا ال تغيرت الى ان، احتفظنا بان لكن بعدها تغير. مثلا هنا لم تكن هناك شيء، هنا اصبحت أه، هنا موجود هناك أه لكن بعدها ايضا طي. هنا مثلا عندنا غا ثم عندنا اي، نفس اللي عندنا هنا، ثم تغيرت هاد ان الى اس، وهكذا. على كل حال نتكلم عن لو موروبير. لي موروبير، طبعا لي موروبير اون هو كما راينا الان في الاعلى اي اون با. طبعا في الجهه الاخرى مثلا في الصفحه الاخرى المواليه غنلقاو كلمه اخرى بنفس الشكل مكتوبه باحرف كبيره لكن في اسفل المنجد، الكلمه الاولى في الاعلى والكلمه الاخرى في الاسفل. نتكلم عن لي موروبير، اذا بين هذه الكلمتين كانهما يحاصران الكلمات الموجوده بينهما في هاد الصفحتين. اذا عندنا هنا المفو يتوجب علي دابور قبل كل شيء apprendre par cœur، ان احفظ لي 26 لتر، 26 حرفا، دون لوردر الفابيتيك، دون لوردر الفابيتيك الترتيب الابجدي. ensuite je fais ma recherche، ensuite je fais ma recherche، بعد اقوم ببحثي. en consultant كما نقول متصفحا او مستشيرا في معنى اخر، او مستشيرا لي موروبير الكلمات المعلم situé en haut et en bas de chaque page، طبعا المتواجده في اعلى واسفل كل صفحه du dictionnaire من المنجد. je regarde la première lettre، ثم بعدها انا انظر اول حرف، ثم je regarde la première lettre du mot à chercher، انظر اول حرف للكلمه المبحوث عنها. je regarde la première lettre du mot à chercher، انا انظر اول حرف للكلمه à chercher للبحث، كما نقول للبحث عنها، كما نتكلم عن الكلمه المبحوث عنها. puis la deuxième، ثم الثاني، puis la deuxième lettre، ثم الحرف الثاني من الكلمة المبحوث عنها. et ainsi de suite، et ainsi de suite، وهكذا. le mot est écrit en gras، إذا الكلمة المكتوبة بالسواد، طبعا نتكلم عن الكلمة المكتوبة بالسواد. مثلا نلاحظ هنا الكلمة المكتوبة بالسواد، إذا الكلمة المكتوبة بالسواد le mot est écrit en gras suivi de sa nature، إذا الكلمة المكتوبة بالسواد المقصود الكلمة المشروحة، إذا الكلمة هي مكتوبة بالسواد suivi de sa nature، suivi de sa nature متبوعة بطبيعتها، et de ses différentes utilisations، وبمختلف استعمالاتها. مثلا كما تنشوف هنا، تنشوف مثلا كلمة غران suivi de sa nature، شنو هي لا nature ديال الكلمة؟ هي ستانو في ميناء، هو اسم مؤنث، نقول لا غران. ثم أن الكلمة تتبع بمختلف استعمالاتها، تتبع بمختلف استعمالاتها، et de ses différentes utilisations، وبمختلف استعمالاتها. طبعا هذه الكلمة أن تتبع بتفسيرات تعطينا طبعا استعمالات هذه الكلمة، تستعمل كأدجكتيف كما عندنا هنا، تستعمل كفعل غراس استان فيرب. طبعا هذه الكلمة تتبع أيضا بكلمات تشرح لنا طبيعة هذه الكلمة وتشرح لنا استعمالات هذه الكلمة. طبعا ممكن أننا في إطار الشرح نحصل على استعمالات كل كلمة كلمة، من خلال الشرح نحصل على استعمالاتها. كما نرى هنا لو مو ايتيكري، أن الكلمة هي مكتوبة أونغرا، مكتوبة بالسواد سويفي دو ساناتور، متبوعة بطبيعتها اي دو سي ديفيرونت اوتيليزاسيون، وبمختلف استعمالاتها. أن سولمو كلمة واحدة بو أفوار بليزيور سونس، بو أفوار بليزيور سونس، ممكن أنه يكون عندها مجموعة معاني، مجموعة معاني. إلا خدينا غير هاد كلمة سونس، قلبنا عليها في المنجد، غنلقاوها تتعني اتجاه، نلقاوها تعني مثلا معنى كما عندنا هنا. كلمة سونس كما نلاحظ، إذا نتكلم عن أباغاي كيمي لوم إي لي زانيمو أو رابور أفيك لي زوبجي دي دوغ، دي دوغ. إذا نتكلم عن جهاز، إذا نتكلم عن جهاز كيمي لوم الذي يضع الإنسان إي لي زانيمو والحيوانات، إي لي زانيمو والحيوانات أو رابور في علاقة. avec les objets du dehors، avec les objets
ديدور مع الأشياء الخارجية. شنو هو الجهاز اللي يجعل الإنسان والحيوان في علاقة مع الأشياء الخارجية؟ طبعا هو الحاسة، مثلا حاسة السمع تجعلنا في علاقة ما هو خارج جسمنا، مثلا حاسة السمع تجعلنا في علاقة مع الأشياء الخارجة عن جسمنا. نتكلم مثلا عن سونس مسكولير، نتكلم عن حاسة مثلا عضلية سونس انتيرن، نتكلم عن حاسة داخلية سيزيام سونس، نتكلم عن الحاسة السادسة سونس مورال، نتكلم عن حاسة الأخلاق أو حاسة الضمير سونس براتيك، حاسة التطبيق أو حاسة الممارسة. نتكلم عن سونس بمعنى افي او بي اوبينيو، يعني الرأي، يعني الرأي. إذن كما تشوفوا بأن كلمة سونس عندها مجموعة معاني، وأيضا كل كلمة أخذناها إلا ونجد لها مجموعة معاني حسب السياق الذي تأتي فيه. إذن طبعا عندنا هنا ان سول مو، كلمة واحدة peut avoir plusieurs sens، ممكن أن تكون عندها عدة معاني. عندنا هنا je m'entraîne، إذن عندنا je m'entraîne أنا أتدرب، je mets une croix devant l'information correcte، je mets une croix devant l'information correcte، أنا أضع علامة devant l'information أمام المعلومة correct الصحيحة. إذا je cherche dans un dictionnaire une recette de cuisine، voilà la première information، la première information. Je cherche dans un dictionnaire une recette de cuisine، أنا أبحث في منجد عن وصفة مطبخ. طبعا الوصفة اللي غنصوب بها مثلا واحد الحلوة، أو مثلا وصفة غنصيب بها واحد أكلة معينة. إذا نتكلم عن وصفة مطبخ، إذا نتكلم عن une recette de cuisine، إذا هل هو صحيح بأننا نبحث في المنجد عن وصفة مطبخ؟ Est-ce que c'est vrai qu'on peut chercher dans un dictionnaire une recette de cuisine؟ إذن هل هو صحيح بأننا نستطيع أن نبحث في المنجد عن وصفة مطبخ؟ Est-ce qu'il est vrai qu'on peut chercher dans un dictionnaire une recette de cuisine؟ Alors, est-ce qu'il est vrai qu'on peut chercher dans un dictionnaire une recette de cuisine؟ L'information est fausse، إذن المعلومة، هذه المعلومة خاطئة. On va laisser la case comme il est. Nous passons à la deuxième phrase. Je peux trouver dans un dictionnaire l'orthographe d'un mot. Je peux trouver dans un dictionnaire l'orthographe d'un mot. أنا أستطيع أجد في المنجد أو يمكنني إيجاد في المنجد l'orthographe d'un mot، طريقة كتابة الكلمات. طبعا المقصود بالأورتوغراف طريقة كتابة الكلمات أو ما نسميه نحن الإملاء. إذن هل يمكن أن نجد الإملاء في المنجد؟ طبعا ممكن أننا نجد الكلمات ككلمات، ولكن لا نجد طروسا متعلقة بكتابة الكلمات. مثلا كلمة أ وطرق كتابتها ومختلف طرق كتابتها، أو مثلا صوت سي كما رأينا في المسابقة صوت سي. المنجد لا يمكن أن يعطيك طرق كتابة هذا الصوت ومعانيه. L'information est fausse، إذا المعلومة خاطئة. On laisse la case comme il est، إذا سنضع المربع كما هو، لا نضع علامة. Pour la troisième information، un dictionnaire m'informe sur la signification d'un mot. La troisième information، un dictionnaire m'informe sur la signification d'un mot. المنجد يعلمني أو يخبرني sur la signification، حول معنى sur la signification، حول معنى دمو، معنى كلمة. هل المنجد يخبرني بمعنى الكلمة؟ طبعا هذا صحيح. طبعا فبالإضافة إلى طريقة كتابة الكلمة والمعلومات التي تخصها ككلمة، هناك شرح طبعا لمعاني الكلمة، لكن لا يعطيني مثلا مجموعة كلمات تنطق مثلا بنفس الطريقة، تكتب بطرق متعددة. الأورتوغراف المقصود به طرق كتابة كلمة ما. طبعا المنجد لا يعطي هذا الأمر. هذا مثلا صوت سي أنه يكتب بعدة طرق وكل كتابة لها معنى، طبعا المنجد لا يعطي هذا الأمر. هذا إذن un dictionnaire m'informe sur la signification d'un mot، sur la signification d'un mot. إذن المنجد يخبرني حول معنى كلمة. Bien sûr c'est vrai، l'information est correcte، l'information est correcte. Et par conséquent, nous allons cocher cette case.
on va mettre une croix devant cette information. Et dans sa nada alama, amam had al-ma'louma. Pour dire que cette information est correcte. Linaqulib an had al-ma'louma sahiha. Je mets une croix devant l'information correcte. An ada alama, amam al-ma'louma sahiha. Je mets une croix devant l'information correcte. Je donne la lettre. An a'ti al-harfa qui précède. Qui précède. Alladhi yasbiq est celle qui suit. طبعا عندنا لوفير بريسيدي يعني سابقه او ياتي قبلها جو دون لا لتر كي بريسيد انا اعطي الحرف الذي يسبق الذي ياتي قبله اي سال كي سوي والذي يتبع عندنا لوفير سويفر عندنا فعل تابعه اي سال كي سوي كما نقول والتي تتبع لان كلمه حرف كلمه لتر في اللغه الفرنسيه كلمه مؤنثه اذا نتكلم عن سال اي سال والتي كي سوي التي تتبع شاكين تتبع كل واحدة كي سوي التي تتبع شاكين كل واحدة شاكا يعني كل واحد شاكين كل واحدة دي لاتر سويفونت دي لاتر سويفونت للأحرف التالية للأحرف التالية أنا أعطي المقصود بأنني سأكتب الحرف اللي تيجي قبل واللي تيجي من بعد من هاد الأحرف اللي مذكورة هنا أنا غنذكر الحرف اللي تيجي قبل واللي تيجي من بعد لهاد الاحرف اللي عندنا هنا جو دون لا لتر كي بريسيد السال كي سوي شاكين دي لتر سويفونت جو دون لا لتر كي بريسيد السال كي سوي شاكين دي لتر سويفونت انا اعطي الحرف الذي يسبق والذي ياتي بعده كل من الاحرف التاليه كل من الاحرف التاليه اذا كما نلاحظون عندنا سينو برونو لا لتر اي اذا اخذنا الحرف اي La voyelle U, et d'un, quelle est la lettre qui vient avant et la lettre qui vient après. La lettre qui précède la lettre U, c'est la lettre T. Et d'un, الحرف الذي يسبق حرف U, هو حرف T. La lettre qui précède la lettre U, c'est la lettre T. Et la lettre qui la suit, et la lettre qui la suit, et la lettre qui la suit, la lettre qui vient après, c'est la lettre V. C'est la lettre V. تكون عندنا T, U, puis V. Après, on a la lettre O. Après, on a la lettre O. On a la voyelle O. Après, on a la lettre O. بعد عندنا حرف O. Nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. Nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. إذا عندنا حرف O. سنعطي الحرف الذي يسبقها ثم الحرف الذي يأتي بعدها. Nous donnons la lettre qui vient avant et la lettre qui vient après. La lettre qui vient avant, c'est la lettre N. Et la lettre qui vient après, c'est la lettre P. Et la lettre qui vient après, c'est la lettre P. La lettre qui précède la lettre O, c'est la lettre N. Et celle qui la suit, c'est la lettre P. Et dans le harf le dit qabla O, ou le harf N, ou le harf le dit bada O, ou le harf P. Après, on a la lettre L. Après, on a la lettre L. Nous donnons la lettre qui la précède. Nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. Alors, nous donnons la lettre qui la précède et la lettre qui la suit. Et donc, nous avons le harf qui dit spéqua ou le harf qui dit tibada. La lettre qui précède la lettre L. La lettre qui précède la lettre L, c'est la lettre K. Et celle qui la suit, c'est la lettre M. Et la lettre qui la suit, c'est la lettre M. Après, on a la lettre P. De la même manière, nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. Nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. Et donc, nous avons le harf qui dit spéqua ou le harf qui dit tibua. Bien sûr, la lettre qui précède la lettre P, c'est la lettre O. C'est la lettre O. Et celle qui la précède, c'est la lettre Q. Et celle qui la précède, c'est la lettre Q. On a O, P, Q. O, P, Q. Nous prenons la lettre L, nous prenons la lettre L, et nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. Et nous donnons la lettre qui la précède et celle qui la suit. عندنا حرف R. نعطي الحرف الذي يسبقه ثم الحرف الذي يتبعه. نعطي الحرف الذي يسبقه ثم الذي يتبعه.
La lettre qui précède la lettre R, c'est la lettre Q. La lettre qui précède la lettre R, c'est la lettre Q. Et celle qui la suit, c'est la lettre S. Et celle qui la suit, c'est la lettre S. Après, on a la lettre S. Si nous prenons la lettre S, comme nous venons de le dire pour l'instant, on a Q, R, S. La lettre R précède la lettre S. La lettre R précède la lettre S. Alors, nous allons mettre ici la lettre R. Après, on a la lettre S. Et après la lettre S, qu'est-ce qu'on a? Quelle est la lettre qui vient après? La lettre qui vient après, c'est la lettre T. C'est la lettre T. Alors, on a R, S, T. R, S, T. Et enfin, on a la lettre X. Alors, quelle est la lettre qui la précède et celle qui la suit? Quelle est la lettre qui la précède et celle qui la suit? إذن ما هو الحرف الذي يسبق و هو الحرف الذي يتبعه. La lettre qui précède la lettre X, c'est la lettre W. La lettre qui précède la lettre X, c'est la lettre W. La lettre qui précède la lettre X, c'est la lettre W. C'est la lettre W. Et celle qui la suit, c'est la lettre Y. والتي تتبعها طبعا. والتي تتبعها طبعا نتكلم على الحرف الذي يتبعه هو حرف Y. هو حرف Y. Après on a je classe selon l'ordre alphabétique. إذن أنا أرتب حسب الترتيب الأبجدي. Je classe selon l'ordre alphabétique. أنا أرتب حسب الترتيب الأبجدي. Je classe selon l'ordre alphabétique. Je classe selon l'ordre alphabétique. أنا أرتب حسب الترتيب الأبجدي. عندنا مجموعة كلمات كما نلاحظ. علينا أن نرتبها حسب الترتيب الأبجدي. طبعا كما نلاحظ أنها كلها تبتدئ بحرف سي. أولا نقارن هذه الكلمات من حيث الحرف الأول. طبعا الحرف الأول كلهم تتضمنوا حرف سي. ثم ننتقل إلى الحرف الثاني. إذن عندنا هنا حرف أ حرف أ حرف أ حرف أ حرف أ حرف أ. لكن هنا عندنا أو ثم إي. طبعا أو وإي. طبعا عندنا أو عندنا أ أو عد إي. هاد الكلمات كلهم اللي عندهم في الحرف الثاني أ كلهم قبل من كلمة كور وقبل من كلمة كولتور. إذا طبعا هاد الكلمات كلهم سابقين كلمة كور وكلمة كولتور. طبعا عندنا كلمة كور عندنا أو في الحرف الثاني ثم كلمة كولتور إي في الحرف الثاني. إذا عندنا كور عد كولتور. إذا كور هي الكلمة ما قبل الأخير ثم كولتور هي الكلمة الأخيرة. شنو تبقى لنا؟ تبقى لنا فقط نرتبوا هادو اللي عندهم في الحرف الثاني أ قبل من كور وقبل من كولتور. إذا طبعا سنأخذ طبعا عندنا أ ثم ننتقل للحرف الثاني. غناخذوا فقط هادو وغنشوفوا الحرف الثاني ديالهم. الكلمات اللي عندهم تشابه في الحرف الثاني غننتقلوا فيهم الحرف الثالث. عندنا هنا إغ إغ في الحرف الثالث إغ في الحرف الثالث إغ إغ إغ. إذا هم كلهم أيضا متساوين في الحرف الثالث كلهم عندهم اغ. اذا هاد الكلمات كلهم عندهم الحرف الثالث اغ. تنقولوا لهم عطيونا الحرف الرابع. تنقولوا لهم عطيونا الحرف الرابع. الكلمات اللي تعادلوا في الحرف الثالث اللي عندهم اغ غنشوفوا لهم الحرف الرابع. اذا هنا عندنا الطي عندنا الطي طي. هنا عندنا ان. هنا عندنا طبعا كرافا خديناها. هنا عندنا الطي ايضا. هنا عندنا الطي. هنا عندنا ايضا الطي. ولكن هنا عندنا بي. هنا عندنا بي. اذا غناخذوا الكلمه اللي عندها ان. اذا غناخذوا كلمه كارني اللي عندها ان في الحرف الرابع اللي عندها ان في الحرف الرابع. ثم غناخذوا كلمه كارب. ثم غناخذوا كلمه كارب اللي عندها بي في الحرف الرابع. ثم غنشوفوا الكلمات اللي عندهم طي في الحرف الرابع. مثلا كلمه كارطابل. ثم كلمه كارتوش. كلمة كارتون كارطابل كارتوش. كلمة كارطابل كارتون. كلمة كارطابل كلمة كارتون ثم كلمة كارتوش. طبعا اللي عندهم الحرف الرابع طي غنشوفوا الحرف اللي من بعد منهم. قاعد الكلمات كلهم عندهم طي في الحرف الرابع غنشوفوا الحرف الخامس ديالهم. إذا عندنا هنا أو. طبعا كارتوش أيضا عندها أو. ثم عندنا كارطابل عندها أ. إذا غناخدو كارطابل الكلمة الثانية
ثم كارتون ثم عندنا كارتوش كارتون كارتوش. إذا عندنا أو 1 2 3 4 5 إذا أو في الحرف الخامس. هنا أيضا عندنا أو في الحرف الخامس 1 2 3 4 5. المنافسة الآن بين كلمة كارتوش وبين كلمة كارتون. هنشوف الحرف السادس. طبعا عندنا أن هنا عندنا إي. سنأخذ كلمة كارتون الكلمة الأولى، ثم نأخذ كلمة كارتوش الكلمة الخامسة، ثم نأخذ كلمة كارتوش الكلمة الخامسة. وهكذا نكون قد صنفنا كل هذه الكلمات قبل كور وقبل كيلتور اللي غتكون آخر كلمة. إذا طبعا سنحصل على كارافان، كارني، كارب، كارطابل، كارتون، كارتوش، كور، كيلتور. فنحصل على الترتيب التالي: كارافان، كارني، كارب، كارطابل، كارتون، كارتوش، كور، كيلتور، كور، كيلتور. إذا هذا هو الترتيب الذي سنحصل عليه. جو مي فالي اي جو كونسوليد ميزاكي. أنا أقيم نفسي ثم أنا أوطد معارفي. جو مي فالي اي جو كونسوليد ميزاكي. جو دون سيت مو كومونسون بار ام اي جو لي كلاس بار أوردر ألفابيتيك. جو دون سيت مو. جو دون سيت مو. أنا أعطي سبعة كلمات. كومونسون بار ام مبتدئة بام اي جو لي كلاس بار أوردر ألفابيتيك. اي جو لي كلاس بار أوردر ألفابيتيك. ثم أنا أرتبها بالترتيب الأبجدي. ثم أنا أرتبها بالترتيب الأبجدي. يكفي أن نفتح المنجد على حرف أم لنرى الكلمات مرتبة. نأخذ مثل الكلمة التالية ماسوني. ماسوني يعني أنك تبني، ومن كلمة لوماسون. لوماسون يعني البناء. لوماسون يعني البناء أو البناي. ماسوني يعني أنك تبني. نأخذ مثل كلمة مدام سيدة. ماغر يعني ضعيف. ماغر نقول عن شخص بأنه ماغر يعني أنه ضعيف نحيف. ثم عندنا كلمة ماكيول نتكلم عن بقع أو نمشة أو لطخة. إذا نتكلم عن ماكيول، إذا نتكلم عن نمشة أو لطخة أو بقعة. نأخذ مثلا كلمة مجازة. كلمة مجازة إذا نتكلم عن مخزن. مجازة تنقول إحنا المجازة. ثم كلمة ماه اليد. كلمة ماه اليد. ثم مايز. مايز ماشي مي. مي ولكن. مي تعني ولكن. هنا عندنا مايز. مايز إذا نتكلم عن دورة. دورة مايز يعني الدورة. إذا فنرتب هذه الكلمات. إذا كما قلنا عندنا كلمة ماسوني، مدام، ماغ، ماكيل، ماغازان، ماه، مايز. إذا طبعا سنرتب الكلمة الأولى ستكون هي المقارنة. هنا ستكون في الحرف المقارنة هنا ستكون في الحرف الثالث، لأن الحرف الأول والثاني كل هذه الكلمات متساوية فيه. نقارن الحرف الثالث. طبعا عندنا ماسوني ثم عندنا كلمة ماكيل. طبعا عندنا سي سي. أما باقي الكلمات فعندنا دي مثلا، عندنا زاد، عندنا إي، عندنا زاد، عندنا إي، ثم عندنا إي. إذا طبعا سنقارن ماسوني مع ماكيل. طبعا في الحرف الثالث عندنا سي، ثم بعدها عندنا أو وإي. إذا طبعا سنأخذ ماسوني، ثم نأخذ كلمة ماكيل، ثم نأخذ الحرف دي، طبعا سنأخذ مدام، ثم نأخذ الحرف جي ماغ، ماغازا، ماغازا، ماغ، ماغازا يعني مخزن. ثم نأخذ كلمة ماغازا، بعد جي طبعا عندنا إي. نقارن كلمة ماغا مع ماه مع مايز. نقارن كلمة ماغا مع ماه مع مايز. طبعا بعد ام ا اي عندنا جي ثم عندنا إي. فيما يخص مقارنة كلمة مايز ماه ثم ماغا، عندنا مثلا في كلمة مايز عندنا اس، ثم عندنا مع كلمة ماه عندنا ان، ثم مع كلمة ماغا عندنا جي، ثم مع كلمة ماغا عندنا جي. إذا طبعا سنأخذ كلمة ماغا قبل كلمة ماه، ثم كلمة ماه قبل كلمة مايز، ثم كلمة ماه قبل كلمة مايز. ثم عندنا جي خيلي سي فويل. أنا أكتب صوتية الستة دي فرونسي للفرنسية دون لور أوردر ألفابيتيك في ترتيبها الأبجدي. دون لور أوردر ألفابيتيك في ترتيبها الأبجدي. إذا جيك خيلي سي فويل دي فرونسي دون لور أوردر ألفابيتيك. دون لور أوردر ألفابيتيك في ترتيبها الأبجدي. إذا غنكتبو لي فويل بدون لي كونسون. طبعا لي ليتر فيها لي كونسون وفيها لي فويل، فيها الأحرف الصامتة ثم فيها الأحرف الصوتية. الأحرف الصوتية بحالاش؟ أحرف صوتية بحال إيكغيك، بحال أو،
بحال U بحال I بحال E بحال A. إذن هادو من الأحرف الصوتية. Voilà, ce sont les six voyelles du français. هذه هي الأحرف الصوتية للفرنسية. إذن كيف لنا أن نرتبها؟ عندنا A تجي في أول ترتيب، ثم عندنا B، C، D، ثم عندنا E. E تجي في المرتبة الثانية، F، G، H، F، G، H، هذه فقط أحرف صامتة. ثم عندنا I، I تجي في المرتبة الثالثة، ثم بعد منها كاين G، K، L، M، N، هذه فقط أحرف صامتة، سو سون دي كونسون. ثم عندنا O تجي في المرتبة الرابعة، ثم عندنا P، Q، R، S، T، هادو سو سون دي كونسون. ثم عندنا U، سيت اون فويال، U سيت اون فويال، إذن U هو حرف صوتي. إذن U تيجي في المرتبة الخامسة، عندنا V، W، X، ثم عندنا Y، إذن Y تيجي في المرتبة الأخيرة، ثم عندنا Z. إذن فوالا، غناخدو A، E، I، O، U، U، Y، U، Y. إذن هذا ترتيب الأحرف الصوتية. فوالا، سو سون لي سي فويال دي فرونسي اون اوردر الفابيتيك. إذن هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.